مساء الخير على مشاهدي ومتابعي موقع جريدة أهل مصر في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. معكم أمن عبد الباري مراسلة الجريدة من محافظة الأقصر. احنا معكم النهاردة في لايف جديد، هنعرف مع حضراتكم تفاصيل إنقاذ صيادين وإيقاف المتسبب 6 أشهر لحظة غرق مركب صيد بعد جنوح باخرة سياحية أثناء سباقها مع أخرى بالأقصر، حيث نجح ركاب باخرتين سائز سياحيتين في إنقاذ حياة صائدي أسماك عقب تهشم مركبهما بنهر النيل في أثناء جنوب محافظة الأقصر، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لفيديو زي ما شاهدتوا معانا الفيديو كده، ظهر فيه الصيادين على مركبهم والباخرتين يتسابقوا مع بعض من أجل دخول هويس أثناء قدومهم من أرمن، وذلك بسبب ازدحام بسبب تكدسات البواخر في ذلك اليوم، حيث أن وصل عدد البواخر في ذلك اليوم 60 باخرة، مما قد يتسبب في الانتظار مدة طويلة في الرسو خلف هويس أثناء للعبور. وأسفرت محاولة تسابق باخرتين عن غرق مركب الصيد بعد تهشمها زي ما شاهدتوا معانا كده، اللي هي مركب الصيد تهشمت تماما وغرقت بسبب تسابق الباخرتين أثناء الإبحار، مما قد يتسبب في إزاء السائحين أيضا. وعقب التحقيق مع السائقين تم وقف أحدهما المتسبب 6 أشهر، واستكملت الباخرتين رحلتهما إلى محافظة أسوان. وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن قيام قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى تتمكن من تخطيها لأولوية العبور بالأقصر. بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 ديسمبر الجاري قام طاقم قيادة عائمة سياحية بالجنوح تجاه أخرى حتى يتمكنوا من تخطيها لأولوية العبور من هويس أثناء بمحافظة الأقصر، معرضا حياة مستقل العائمتين للخطر، مما نتج عنه غرق إحدى مراكب الصيد التي تصادف مرورها، ولم يذكر ذلك عن حدوث سماء أي إصابات أو تلفيات بالعائمتين المشار إليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حين وتولت النيابة العامة التحقيقات، وما زالت التحقيقات موجودة إلى الآن في هذه القضية، حيث أنه وتم القبض على صاحبي المركب الذي أصيب أحدهما بكسر في الساق بسبب اصطدام أحد الباخرتين لمركبه أثناء محاولته الإلحاق بإحدى المراكب قبل إنهاء حياته. وشهدت طبعا المحافظة اللي هو أصارت هذه أصار موقع مقطع الفيديو هذا غضب العديد من الأهالي بسبب هذه الواقعة، بسبب التسابق الذي قام به أحد سائقي الباخرتين، بسبب تعرضه لحياة السائحين للخطر، وبسبب تعرضه لحياة الصيادين برضو للخطر من أجل التسابق والدخول أول لأثناء. وصرح وأوضح أحد أهالي القرية المقيم بها أحد الصيادين بأن الصيادين ما زالوا إلى الآن بالنيابة من أجل التحقيقات بسبب قيام ربطهم المركب في الباخرة السياحية، حيث أنهم قاموا ببيع المستلزمات السياحية للأجانب
أثناء مرور الباخرتين. كنا معكم بالقرب من موقع الحادث وقصدنا معكم تفاصيل الواقعة كاملة زي ما انتم شاهدتوها معنا كده بالفيديو، اللي هي اصطدام باخرة بأخرى نتيجة التسابق بينهما الذي أسفل عن إصابة أحد الصيادين وتهشم مركبه بالكامل وغرقه، وأصفر أيضا ونتج عنه أيضا إيقاف أحد سائقي الباخرتين 6 أشهر لمخالفته للوائح القانونية وتعرضه لحياة السائحين للخطر. شكرا لمتابعتكم.